مطر ورياح وكأن السماء تمطر تلج. الجو في مصر بقى مختلف خالص، وكأننا بقينا حتة من أوروبا. أجواء مختلفة خالص وحالة طقس مش متعودين عليها، موجات برد شديدة وصقيع في مختلف المحافظات المصرية. بس لو فاكرين إن ده كل حاجة تبقوا غلطانين، لأن اللي هيحصل خلال اليومين الجايين مش هتتخيلوه، لأن البرد لسه هيبدأ. يا ترى إيه اللي هيحصل وليه الأرصاد بتحذر المصريين؟ تعالوا نشوف التفاصيل. كل اللي حصل الأيام اللي فاتت والمطر اللي غرق محافظات كتير كان بس بداية بمنخفض جوي قوي هتتعرض ليه مصر خلال الأيام اللي جاية. الأرصاد الجوية المصرية توقعت استمرار سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال مصر حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. خلاص وقت الطقس الدافئ شتاء انتهى، ودلوقتي بقت الأجواء أوروبية بامتياز. الشمس ما بقتش بتتشاف في السماء، وبقى مكانها غيوم مالية السماء، وده اللي انعكس على درجات الحرارة في كل المحافظات واللي وصلت لأرقام ما كانش حد يتخيلها. وأضافت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع إن درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى تكون أقل من المتوقع بمعدل درجتين، مع فرص لوجود الثلوج على قمة جبال موسى وسانت كاترين. وتوقعات إن هيكون في أمطار غزيرة ورعدية أحيانا ومصحوبة بحبات التلج على عدد من المحافظات زي مطروح والإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ وعدد كبير غيرهم. مش بس الأمطار اللي هتغرق المحافظات المصرية الأيام اللي جاية، لا ده كمان هيكون في رياح شديدة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب مصر، وده هيسبب برودة أكتر في الجو، وخصوصا في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر. الرياح دي هتسبب كمان نواة بحرية واضطرابات في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح من 40 ل 50 كيلومتر في الساعة، وارتفاع الموج من 2 ل 3 متر. علشان كده حذرت الأرصاد بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تجنبا للحوادث. الأرصاد كمان حذرت من خروج المواطنين للشوارع في أوقات العواصف والأمطار، والتزام التواجد في مناطق الأمطار والبرق والرعد لتجنب وقوع أي أضرار، وأكدت عليهم التزام الإجراءات الاحترازية اللازمة تجنبا للمشاكل أو تعرض حد للخطر. زي ما كان الصيف اللي فات صعب والمصريين معشوش زيه قبل كده، ده بالظبط اللي بيتكرر تاني بس في الشتاء، ونفس الظاهرة بتتكرر تاني. ظاهرة النينو رجعت تاني علشان تضرب مصر من جديد وتسبب درجات حرارة منخفضة جدا، ومش بعيد نسمع عن درجات قريبة من الصفر. ظاهرة النينو دي بدأت مع وجود تغيرات مناخية كبيرة خلال السنوات اللي فاتت، واللي غيرت بشكل كبير طبيعة المناخ مش بس في مصر لا في العالم كله، واللي شهد ظواهر مناخية مختلفة من جفاف وأمطار في عز الحر وعواصف شديدة في دول مختلفة من العالم.